العالمين تحل علينا وراكم الآن ولدعم الأمين بسنة حضراتكم طيبين دايما كده فرحانين بالعذراء ودايما تصدون بفرحنا كده ويجينا مباركة الملك مخيل ومريبس وتدعوا بنادية لأباء يعني بيعلموني كده فيعني صلوا من أجل كي يعطي الرب كلمة عند افتتاح الفم. موضوع السنة دي النهضة أبونا إبراهيم حط الموضوع النهارده موضوع بصراحه شيق جدا وفي نفس الوقت يعني هو ايه موضوع يعني الابديه مساله سر التوبه والاعتراف. الموضوع اللي بيسموه ابراهيم حطه هو صعوبات سر التوبه والاعتراف. صعوبات سر التوبه والاعتراف. انتوا ايه رايكم؟ هل في صعوبات؟ مين موافق؟ ها؟ في صعوبات؟ يا ريت يعني ايه يعني نتناقش كده مع بعض. يعني محبش ايه اتكلم يعني نتناقش. ها في صعوبات؟ مين متفق ان في صعوبات؟ سر التوبة والاعتراف. في صعوبات؟ في ناس بتقول ما فيش وفي ناس بتقول فيه. يعني ما فيش دول ما بيعترفوش. اللي بيقولوا ما فيش ما بيعترفوش صح؟ لان هو فعلا بالحقيقه في صعوبات طبعا وهنشوفها بس مش معناها صعوبات يعني هنقف عند الصعوبات وما لهاش حل. لا بنعمه ربنا نلاقي لها حل بصلوات الاباء. صعوبات سر التوبه والاعتراف زي ما حضراتكم عارفين كتير مننا يقول ايه انا عايز اعترف ده حاجه حلوه وحاجه جميله بس الاهم من ان انا عايز اعترف قبلها يجي حاجه أنا عايز أتوب. لأن لو عملت الثانية من غير الجزء الأول يبقى بس أنا بأقر بالخطايا لكن من جوه أنا مش تايب. فعشان كده لازم أقول أنا عايز أتوب وأقول كده زي ما قال أرمياء النبي في سفر أرمياء ها توبني يا رب فأتوب. فلازم أقول أنا عايز أتوب وأقولها بصوت عالي مش في الشارع مش في البيت بيني وبين نفسي انا وانا قاعد في اوضتي وانا قاعد في مخدعي اقول له يا رب توبني قبل ما اعترف انا لازم اتوب واتوب من قلبي. عشان كده دايما نقول ايه سر التوبه والاعتراف. ليه الشيطان دايما بيحارب السر ده بالذات؟ طبعا كل الاسرار لكن بالذات السر ده ليه؟ نسال نفسينا كده ليه؟ لانه عارف الانسان لو ما تابش وما اعترفش تساوي مفيش خلاص. الخلاص بالتوبه والاعتراف وتناول جسد الرب ودمه. يبقى الشيطان بيلعب على النقطه دي انه عارف لو تبت من قلبي واعترفت من قلبي يبقى انا ماشي في الطريق الصح. عشان كده الشيطان يفضل يعمل ايه؟ يفضل يعطل التوبه والاعتراف. يعطل التوبه ايه؟ والاعتراف. والايه صريحه في انجيل معلمنا لوقا يقول ايه؟ إن لم تتوبوا جميعا كذلك إيه؟ تهلكون. آية صعبة لكن مدينا إن في توبة. صعبة لو ما فيش توبة لكن لو في توبة يبقى في خلاص ما فيش هلاك. في خلاص ما فيش إيه؟ هلاك. نتأمل كده مع بعض معطلات التوبة وسر الاعتراف. إيه الصعوبات؟ حد يقدر يقول لي كده صعوبات؟ عارفين ليه انا بسال حضراتكم؟ عشان لو حاجه انا مش كاتبها اكتبها عشان روحت كنيسه تاني اتعلم منكم. ما كده بنتعلم. ايه معطلات التوبه؟ الاستعداد النفسي. الاستعداد النفسي طبعا دكتوره فايزه بتكلمنا عن علم النفس. الاستعداد النفسي. ايه تاني معطلات التوبه؟ الوقت. الوقت تمام. يعني مش معناها ان انا موافق انا بسمع لما اقول تمام يعني انا بسمع. ايه تاني؟ الاب الاعتراف على طول كده في اب الاعتراف. طب نخليه في اخر نقطه مش عارف تقول ايه شخصيه ايه تاني؟ فيا انا مش عايز اجيب اسباب بره لا انا عايز اشوف فيا انا فيا انا فيا انا ايه؟ التلذذ بالخطيه. التلذذ بالخطيه. ايه تاني؟ مش عارف ابتدي ازاي تايه. ايه تاني؟ ورا ما دام اتفضلي. نعم؟ الايه؟
الروتين، الروتين اللي احنا عايشين فيه. تمام. طب انا ممكن اقول لكم حاجه حضراتكم ما قلتهاش خالص. اول معطل للتوبه وان اعترف هو معطل اسمه التاجيل. يبقى رقم واحد اسمه ايه؟ التاجيل. احكي لكم قصه حصلت بجد، سمعتها من اب كاري. بيقولوا ان في شاب راح يدرس في ايطاليا، والشاب دوت كان في مكان ما فيش كنيسه ايه ارثوذكسيه، فقال اخش اي كنيسه اقول ابانا الذي واخرج، اصلي بس ابانا الذي وامشي. دخل غمض عينيه بيرشم الصليب وبيقول في ابانا الذي، لقيته كده واحده عجوزه وعماله تراقبه، فاستنت لما خلص فخبطت على كتفه، هو ما كانش واخد باله، بص كده فقالت له انت تعبان؟ قال لها لا. عيان؟ قال لها لا. قالت له طب محتاج فلوس؟ قال لها لا. طب محتاج تسكن؟ قال لها لا. قالت له امال ايه اللي بتعمله في نفسك ده؟ ليه جاي بدري كده وانت في عز شبابك جاي تصلي؟ طب ما انا سن كبير ليه حق ان اجي اصلي عشان اخر ايامي ابقى كويسه، لكن انت شباب قدامك الوقت المفروض ما تجيش. وسعب ايه؟ يا عيني سعب على اختي على تيتا دي، ان الشاب ده يا عيني في عز شبابه وجاي يصلي. يا عم انا تقول له اجل، انت لسه شاب، ما ينفعش كده. وبنفس الحيله عدو الخير بيحاربني ويحارب حضراتكم بالتاجيل، ااجل. يجي الواحد فينا يقول انا عايز اعترف، فعشان اعترف لازم اقعد ايه مع نفسي، صح ولا لا؟ لازم اقعد مع نفسي قبل ما اقعد مع ابونا، اقعد مع نفسي، اقعد مع ربنا، اشوف خطاياي وبعد كده اقعد مع ابونا، صح ولا لا؟ يجوا كده وحضراتكم مجربين، نيجي كده نقول ايه النهارده في اخر اليوم هعمل حاجه اسمها حساب النفس اليومي. اجي كده بالليل اشوف انا عملت ايه حلو، ويعني اعمل منه اكتر ازوده، واشوف عملت ايه وحش واقلله. جربوا كده حضراتكم، نقعد ايه نقول هنستنى بالليل، مش هينفع نعمله الصبح، نستنى لما اليوم كله ايه يخلص. يجي بالليل لو هقعد اصلي واقعد مع نفسي كده، ايه اللي بيحصل؟ اتاول، ها عايز انام، اقول ايه؟ طيب انا النهارده تعبان، بكره في نفس الميعاد هعمل حساب للنفس عشان انا عايز اعترف، والشيطان يخليني ايه؟ بكره، يجيب بعده، يجيب اسبوع، يجيب شهر، يجيب سنه، وكل ده عمال ياجل فيا عشان عارف لو قعدت مع نفسي وشفت خطاياي هعمل زي مين؟ في العهد الجديد المثل الابن، لا ما اسموش الابن الضال، انا اختلف مع حضراتكم، ماضي كان ضال لكن في مستقبله ايه؟ شاطر، الابن الشاطر. قعد مع نفسه وقال هي كلمه الان اقوم، ما قالش خليها بكره، ما قالش خليها بعد ربع ساعه، ما قالش خليها بعد شويه، الجو حر نستنى في الطراوه، ما قالش كده، لكن قال الان، ما اجلش، لانه عارف ان الشيطان ضحك عليه قبل كده، فقال ايه؟ قال الان اقوم. عشان كده حضراتكم عدو الخير ما يقولكش ما تعترفش، لكن يقولك ايه؟ اجل. ليه يقول لي اجل؟ لانه عارف لو هو قال لي ما تعترفش ضميري من جوه هيعمل ايه؟ ها؟ هيتعبني، فما ينفعش. لكن هو يقول لي اجل، اجل الضمير بيسمعها يعديها، لكن لو سمع ما تعترفش الضمير ما يعديهاش. مش كده عدو الخير يقول لك ايه؟ اجل، ما يقولش ما تعترفش، يقول لك اجل. طب نفترض اجلت، هل انا اضمن ان بكره جاي عليا؟ ربنا يديكوا طبعا ايه؟ طولت العمر. كلام واقعي. هل انا اضمن مش بكره، هل اضمن بعد ربع ساعه اللي يحصل؟ هل اضمن بعد ثلاث ساعات اللي يحصل؟ هل اضمن بالليل اللي يحصل؟ هل اضمن بكره يجي عليا ولا لا؟ واحد يقول لي وان جه بكره هل اضمن ان رغبه التوبه والاعتراف اللي عندي بتاعت امبارح موجوده بكره؟ كتير بنأجل لكن ما بنفكرش هل الرغبه بتفضل موجوده ولا مش موجوده؟ ممكن يكون كده واحد حارب الروح يوم الاثنين يقول ده انا بكره الثلاث اروح احضر القداس الصبح مع الابهات واعترف مع ابونا. بس ممكن بكره ما يكونش عنده نفس الرغبه بتاعت ايه؟ امبارح واول واول. فالتاجيل حضراتكم يعني حاجه معروفه من عدو الخير.
أجل أجل أجل. يبقى أول معطل للتوبة والاعتراف هو إيه؟ التأجيل. هشوف أبونا بس مش دلوقتي. أحلى بقى يعني، مش أحلى كلمة سامحوني يعني، كلمة بتضحك. تقول له واحد حبيبي أنت ما تعرفش ليه؟ قال لك لما ربنا يريد. يعني خلاص هو ربنا اللي واقف في الموضوع. تقول له ما بتعترفش ليه؟ يقول لك لما ربنا يريد. طب ما هو ربنا رايد من زمان وجه واتجسد وتألم وقام وصعد، ده كله عشان مين؟ ما هي القيامة هي اعتراف من الخطية. القيامة السيد المسيح عملها، ها؟ بالنسبة لنا احنا بنعملها كل مرة لما بنتوب ونعترف، قيامة من موت الخطية. يبقى أول نقطة، أول معطل إيه؟ التأجيل. التأجيل. تاني نقطة كلهم بحرف الت، التبرير. يبقى التأجيل تاني نقطة إيه؟ التبرير. تيجي تسأل واحد حضرتك بتعترف إيه؟ حضرتك بتعترف؟ تلاقي منى ده برضو كلام أعترف، وأنا بعمل إيه؟ لا بزني ولا بسرق ولا بعمل حاجات دي، مش ربنا يعني ما بعملش أي الحاجات دي، ها؟ ودي بتفكرنا بالآية إيه؟ أنا ليس مثل إيه؟ ها؟ فاكرين العشار والفريسي؟ إيه اللي حصل؟ قال لك أنا مش زيه، أنا زي الفل، أنا ما بعملش الخطايا اللي هو بيعملها. واخدين بالكم حضراتكم؟ فحالة التبرير أو الكفاية الروحية إن الإنسان يحس إن هو مش محتاج يعترف، دي خطر. دي خطر. خطر إن أنا أحس إن أنا مش محتاج أعترف، أنا ما بعملش خطايا. لا. أبص كده لوصايا ربنا، عارفين حضراتكم مين اللي يقول أنا ماشي صح ولا غلط؟ الكتاب المقدس. أبص لوصايا ربنا وأحط حياتي في الوصايا. لو الكلام اللي مكتوب في الكتاب المقدس انا بنفذه انا ماشي صح، لو الكلام اللي مش مكتوب انا ما بنفذهوش يبقى انا ماشي ايه؟ يبقى انا ماشي غلط. عشان كده حضراتكم اخطر حاجه ان الواحد يقول انا غني. غني يعني ايه؟ غني باني ما بعطيش، لا انا فقير. انا فين من وعود ربنا؟ انا فين من وصايا ربنا ليا؟ انا فين من ثمار الروح القدس؟ هي ثمار الروح القدس دي لمين؟ للقديسين فقط؟ حضرتك وحضرتك وضعفي، كلنا مطالبين يكون في ثمار. انا فين من ثمره المحبه؟ انا فين من ثمره اللطف؟ انا فين وفين وفين؟ يعني غلاطيا 5 رساله معلمنا بولس الرسول اهل غلاطيا يكلمنا عن ثمار الروح، انا فين من ده كله؟ احنا ما بنعملش ممكن حاجات يعني جراف، لكن انا مطالب بكل الثمار دي. لو ما يبقى انا لو ما بجاهدش يبقى ما اقولش ان انا ايه؟ انا مش محتاج ايه؟ اعترف. يبقى أول نقطة معطلات التوبة وسر الاعتراف، ها؟ تأجيل. تاني نقطة تبرير اللي هو كله تمام يا ريس، أنا إيه ما بعملش خطايا، لا كله تمام يا ريس إيه في العالم، لكن بخش الكنيسة أقول له أنا من ساسر راسي ما استحقش إن أخش، لولا لطفك يا رب ولولا إن أنت ساتر عليا أنا ما استحقش أعدي قدام الكنيسة كده بالعربية. مش احنا نخش ونقعد يعني كان زمان في التاريخ في عهد الاباء الرسل كان اللي يوصل للدكه الاولى ده عدى على مراحل توبه رهيبه. كانوا في كذا خرس واخر واحد اسمه خرس الراكعين، دول يفضلوا راكعين ويعيطوا على خطاياهم واللي سابقينهم في التوبه والاعتراف يخشوا. فخرس الراكعين يقول للواحد داخل اذكرني لان انت هتقعد قدام شويه لان ده تائب، واللي بعده اذكرني، واللي يجي خالص هنا طبعا ايه؟ واخدين بالكم؟ لكن احنا ايه طبعا يعني بنقول لا احنا زي الفل، لا طبعا احنا زي الفل بنعمه ربنا، لكن في حاجات لازم ايه؟ نصلحها. يبقى اول معطل التاجيل، ثاني معطل اسمه ايه؟ التبرير. ثالث معطل وده يعني الاغلبيه الكبرى كلنا بنقع فيها، الفتور الروحي. اللي هو ببقى جوه الكنيسه ولا انا حارب الروح ولا انا بعيد عن ربنا. يعني تقدروا كده تقولوا ايه؟ حاله اسمها حياه بدون طعم. بتعمل ايه؟ بروح القداس كل حد. فرحان؟ لا مش فرحان بربنا. طب لما بتصلي بتحس بالصلاه؟ يقول لك لا ما بحسش بالصلاه. في حاله فتور روحي. في حاله ايه؟ فتور روحي. في آية جميلة في سفر الرؤيا الملاك يقول ايه؟ ليتك كنت باردا
او حاره، يعني انسى على بره لما انت حرب الروح او مش عايز او تبعد عن ربنا، لكن ابقى جوه الكنيسه ولا انا كده ولا انا كده، ده مؤشر خطير، ده مؤشر خطير. وعلى فكره اكبر حرب بتحارب اللي هم جوه الكنيسه هو الفتور الروحي. الشيطان يخدر ضميرك، انت زي الفل، ما انت بتروح انت واسرتك يوم الحد وتناول وبتتناول زي الفل، طب انا ايه، حارب الروح ولا مش حارب الروح؟ يبقى اول نقطه ها تأجيل، ثاني نقطه تبرير، ثالث نقطه الفتور الروحي، اخر نقطه وهنخش في الجانب العملي. كل ده ايه، كل دوت حاجات كده ايه يعني مقدمه، هنخش بقى في العملي وفي الصعوبات. اخر نقطه التعاليم الغير ارثوذكسيه. مع احترامنا لكل الناس، بس انا لو تعاليمي مش من الكتاب المقدس وكنيستي الارثوذكسيه هسمع حاجات بره هتقول ان انا زي الفل. بمجرد قبولك للمسيح انت قديس، ده بيتقال بره الارثوذكسيه، بيتقال بره الارثوذكسيه، لكن ده مش مبدئي، مش كنيستي. واخدين بالكم حضراتكم؟ ما ينفعش اقول ان خلاص انا مش محتاج اجاهد، ما ينفعش، يبقى انا كده بعيد خالص. عشان كده حضراتكم دايما في سر التوبه والاعتراف لما اجي اقرا وارجع للمراجع اختار مين المؤلف، مين اللي كاتب الكتاب يناسب تعليم وعقيدتي للكنيسه القبطيه بتاعتنا الارثوذكسيه ولا لا. لان انا ممكن اقرا كتب اجنبيه تقول لي انت زي الفل امن وانت زي الفل، طب والجهاد والكتاب المقدس اللي بيقول لن تجاهدوا بعد حتى الدم ضد الخطيه، جهاد مستمر. ده بمعار الشيطان شاف روح صعدة من الارض للسماء قال له طوباك يا ابو مقار انت وصلت. عارفين قال له يا ابو مقار؟ لسه. والروح طالعه خلاص، الملائكه بتستقبلها، لسه الجهاد لاخر مش ثانيه، فنتو ثانيه في حياه الانسان. يبقى نقول كده نقف مع بعض معطلات التوبه والاعتراف، تاجيل تبرير زي الفل فتور الروحي، اخر حاجه ايه؟ التعليم الغير ارثوذكسي. نخش بقى في الجد اللي انتوا عايزين تسمعوه. كل اللي قلته دوت مقدمه، لكن اللي جاي ده بقى اللي كل واحد وانا قبلكم عايز اسمعه عشان افكر بيه نفسي. العملي، صعوبات سر التوبه والاعتراف عملي. سؤال ممكن اسال بالنيابه عنكم، انا في خطايا مش قادر اعترف بيها لابونا، اعمل ايه؟ مين متفق معايا في السؤال ده؟ مش في خطايا ساعات بنبقى نتكسف نقولها لابونا؟ يعني بس احنا خلينا وانا مع ابويا بتكسف ولا ما بتكسفش؟ ناس كتير سبب عدم اعترافها هو الكسوف من الخطيه ان اقولها قدام ابويا. يجي لك كده عدو الخير يقول لك انت هتعمل ايه بكره؟ هتروح تعترف؟ معقوله؟ هتروح تقعد مع ابونا بابونا اللي بيشوفك يوم الحد زي الفل ويشوف حضرتك زي الفل يوم الحد والولاد في الكنيسه والزوج في الكنيسه، ومعقوله اروح اقول لابونا الخطايا دي؟ ابونا يبص لي بقالي ايه؟ وش يشوفني بعد كده ابونا يقول عليا ايه؟ هي دي اللي كنت بشوفها من القداس كل حد؟ هو ده اللي كنت بشوفه مع اولاده يجيب ابنه للكنيسه؟ عدو الخير يلعب بقى، يفضل يخليك ايه؟ تكش تكش تكش، يقول لك لا ما انت ما تكسبش نفسك مع ابونا، ابونا لو عرف ان انت بتعمل الحاجات دي هيعمل ايه؟ ده ممكن ما يسلمش عليك، ده ممكن يقول لك ابعد عني، انا كنت فاكرك قديس وطلعت كده يعني ايه خاطي. واخدين بالكم؟ الشيطان يفضل يخوف، يخوفك بالخطايا اللي انت عملتها ومكسوف تقولها لابونا. طب الحل ايه؟ الحل ايه؟ الحل ان انا ما اقولهاش لابونا؟ لا، الحل ان انا اعترف بيها، بس اتوب الاول عنها واشوف اقول لابونا ليه. اول حاجه حضراتكم، ناس كتير فاكره في سر التوبه والاعتراف لما بتعترف بخطيه ابونا هيسمع من الاستاذ ده او من الاخت دي خطيه اول مره يسمع بيها في المسكونه.
يقول لك ازاي اروح اقول لابونا كده؟ طب ما هو اللي قبلك لسه قايلها لابونا، واللي بعدك لسه هتقولها لابونا، وابونا عارفها. واخدين بالكم؟ مش هنقول حاجه غريبه، لان ابونا طول النهار بيقعد يسمع ايه؟ هذا اعترافات. الاعترافات فيها ايه؟ حليمي يا ابونا انا عملت 500 مطاريه مش قادر اوصل لل 700. واخدين بالكم؟ ها؟ حليمي يا ابونا انا السبع صلوات خلصتها بس الميامر مش قادر اقراها. واخدين ها؟ كلها ايه؟ مش في ايجابيات وفي خطايا زي كل البشر. فابونا اول نقطه نحطها في بالنا ان ابونا مش هينزعج. عمركم شفتوا اب كاهن قاعد بياخد اعتراف وفجاه قام الاعتراف سرق وجري؟ حصلت؟ ها؟ ليه ما بتحصلش؟ عشان احنا ما رحناش نعترف. عشان انتوا ما تحصلوش تعترفوا. طب نتمنى بعد الوعظه الابهار موجودين تعترفوا. لكن ليه ما بيحصلش؟ لان ابونا عارف كل سن ليه خطايا معينه، كل سن ليه خطايا معينه، كل حد ليه خطايا معينه. القامات الروحيه مش زي بعض، من الصغير للمراهقه للمدامات للرجاله للشيوخ، مش كلنا زي بعض. بس ابونا سامع الخطيه دي قبل كده، فحضرتك لما تقوليها وحضرتك لما تقولها ابونا مش هتلوث ودن ابونا، لان ابونا سمعها قبل كده كتير. واخدين بالكم؟ سمعها قبل كده ايه كتير. يبقى اول حاجه ما تكسفش من خطيتي لان ابونا سمع كتير، ده رقم واحد. رقم اتنين، ابونا بشر ولا مش بشر؟ لا انا عايز اسمعكم. ابونا بشر ولا مش بشر؟ بيجاهد ولا مش بيجاهد؟ تحت الالام مثلنا ولا مش تحت الالام مثلنا؟ تحت الالام. يبقى هو كمان ابونا بيعترف. عارفين امتى نخاف حضراتكم؟ لما ابونا ما يكونش بيعترف وابونا ما بيغلطش. ده ابونا بيعترف، وابونا الاسقف بيعترف، وابونا البطرك بيعترف. مفيش حد كبير عن سر الاعتراف. بابا الكنيسه بيعترف، والاساقفه والمطارنه والشمامسه والامامسه والقصوص، كلنا بنعترف، مفيش حد كبير على الاعتراف حضراتكم. فعشان كده اسالكم سؤال، انسان مريض يقدر يعاير حد تاني مريض زيه؟ مش سامع. طب ما ابونا بيخطئ، هل ابونا يقدر يعايرني؟ طب ما ابونا بيخطئ وانا بخطئ. اه طبعا ابونا ما بيخطئش نفس الخطا بس بيخطئ، بشر. واخدين بالكم حضراتكم؟ لكن ما فيش مريض هيسخر من مريض تاني. عمرنا ما سمعنا اب كان بياخد خطيه معينه بصوت عالي يفضل يضحك، انت عملت الخطيه دي؟ حصل قبل كده؟ لا بالعكس، ده ابونا بيبقى قاعد. انتوا لو تعرفوا كل الاباء الكهنه شعورها ايه لما المعترف يخش عليها؟ ما تعرفوش الشعور ده ايه. الشعور دوت بقول يا بخت اللي جاي يعترف، على الاقل هو يعترف النهارده. انا ممكن ما الاقيش اب اعتراف النهارده، اعترف بكره. يعني هو يا بخته اعترف وخلص. شفتوا حضراتكم؟ يبقى اول نقطه ابونا سمع كل الخطايا، فمش هيستغرب لما اقول له خطيه معينه انا مكسوف اقولها له. تاني نقطة، أبونا بشر بيجاهد زيي، يبقى مش عمره ما يسخر مني أو يتريق إيه؟ يتريق عليا. تالت حاجة، الإنسان لما يتوب ربنا بيشوفه إزاي؟ حلو ولا مش حلو؟ مش سامع؟ حلو. طيب، الإنسان اللي جاي يعترف وتايب من قلبه وأقر بخطاياه، ربنا بيشوفه كويس، أبونا يشوفه إزاي؟ يقدر يقول ابونا غير كده؟ حلونا بابا. ها؟ ابونا يقدر يقول غير ربنا؟ اذا كان ربنا شايف المعترف اللي عمال يبكي او المعترفه اللي عماله تبكي من قلبها، ربنا شايفها كويسه. انا اشوفه غير كده؟ شايفين حضراتكم؟ لازم نركز في النقط دي. نيجي بقى للشخص اللي هو مش عايز يقول خطيئته. هديها لكم مثلا. تخيلوا كده حضراتكم واحد يكون مثلا تعبان عنده صداع مش شايف بيه، راح للدكتور قال له حضرتك بتعاني من ايه؟ قال له انا عندي صداع. قال له طب ممكن اكشف على عينيك؟ قال له لا لا لا. طب الصداع ده فين؟ يقول له لا 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 انا عندي صداع. او واحد تاني مثلا جنبه تعبه يقول له طب يعني قول لي فين بالظبط؟ يقول له لا 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 انا اقول لك الحاجه وانت ايه؟ يعني كده يعني ينزل عليك ايه؟
ها حاجات كده تعرفك. طب هو مش عايز يقول هو تعبان من ايه؟ الدكتور يقدر يعالجه. شفتوا حضراتكم دكتور عالج حد قبل كده المريض دخل ما اتكلمش وخرج واداله روشتة؟ شفتوا؟ ممكن تحصل في الحالات النفسية، لكن بنتكلم على الطب العادي. ها يخش كده يقعد على الكرسي، الدكتور يبتسم له يعني بونجور، يعني طب انت يعني تعبان من ايه؟ يعني طب يعني في يعني في انهي حته من جسمك؟ لا مش هقول له صليلي، ها ما ينفعش. لكن المريض دوت لازم يقول للدكتور هو تعبان من ايه عشان يقدر يعالجه، عشان يقدر ايه يعالجه. لو ما قالش للدكتور مش هيتعالج صح. واخدين بالكم حضراتكم؟ اديكم مثل تاني. عارفين الانسان اللي هو بيكتم خطاياه عامله زي ايه؟ في حضراتكم بعض النوع من الحشرات بيحب الضلمه، يعني حشره تخش في اوضه ضلمه تفضل تعمل ايه؟ تنمو 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 وتتكاثر، تبقى بدل من بكتيريا واحده اثنين ثلاثه ملايين البكتيريا. ليه؟ لانها في مكان مقفول ومكان ضلمه، تفضل تكبر تكبر تكبر. لو جيت فتحت الشباك والشيش والشمس دخلت على البكتيريا دي، اللي يحصل؟ تموت. هو ده الانسان اللي بيكتم خطاياه عامل زي البكتيريا اللي بتكبر جواه، خطيه تجيب خطيه تجيب خطيه، بقى جواه خطايا كتير وانا مش قادر اقول عنها. ما هو النور لو ما دخلش الخطايا دي مش هتموت، البكتيريا دي مش هتموت. امتى البكتيريا دي تموت؟ لما اقول عن خطاياي. واخدين بالكم حضراتكم من المثل؟ عشان كده سر الاعتراف هو نور يخش على الخطيه يخليها تعمل ايه؟ تجري. تعمل ايه؟ تجري. يبقى اول حاجه عمليه لما اكون مش قادر اقول خطيه اعترف بيها لابونا، قلنا ايه فاكرين؟ ها مين يقول؟ ابونا ثلاث نقط. ابونا ها بيسمع وسمع قبل كده ايه؟ كتير واصعب. ها اثنين الناس نامت. ها نمرة اثنين ابونا ده بشر زي ايه؟ زيه بيجاهد وبيعترف. ثلاثة مفيش مريض يقدر ايه؟ يعاير مريض او يضحك بسبب مريض تاني. في برضو الكسوف من الخطية. واحد من الاباء القديسين اعتقد، انا مش متأكد، اعتقد يوحنا ذهبي الفم، بيقول اخجل عندما تخطئ ولا تخجل عندما تتوب. ممكن نقولها مع بعض كده بحس عالي. ها اخجل عندما تخطئ ولا تخجل عندما تاني. ها اخجل عندما تخطئ ولا تخجل عندما تتوب. احنا بنعمل العكس، تزعلوش مني. لا نخجل عندما نخطئ ونخجل عندما نتوب. عشان كده القديس يقول غير كده، يقول لا، لو هعمل خطية أفكر. يوسف الصديق، على فكرة يوسف العفيف الصديق محير جميع الآباء. عارفين ليه حضراتكم؟ مين يقول ليه؟ وقت يوسف كان في كتاب مقدس؟ كان في توراة؟ كان فيش أي حاجة خالص، كان في حاجة اسمها الضمير الطبيعي أو الناموس الطبيعي. كيف افعل هذا الشر واخطئ؟ ها جه لما جت الخطيه بقى خجلان، عشان كده ما عملش الخطيه. ودي نقطه مهمه، صدقوني لو كلنا يعني نخجل عندما نخطئ مش ايه؟ مش هيبقى ايه؟ هنقلل ايه؟ هنقلل الخطايا. عشان كده حضراتكم لازم الواحد ما يتكسفش ان يقول خطيه. اقول لكم على سر، ممكن اقول لكم على سر اسمه سر الاعتراف. اقول لكم على سر، هخيركم ما بين امرين. الامر الاول تعترف قدام ربنا في وجود ابونا، ولا تعترف قدام الملايين في اليوم الاخير؟ هي الثانيه مش تعترف، الثانيه تتفضح. هي كده، ما احنا في اليوم الاخير مش هنعترف. في اليوم الاخير هنعمل ايه؟ تفتح الاسفار وتكشف الاسرار. ها واللي كان مستخبي هنلاقيه ايه؟ مال. فالحكيم
عينه في راسه زي ما بيقول سليمان الحكيم. يبقى أنا أعترف دلوقت في وجود أمام ربنا في وجود أبونا أحسن ما تفضح في اليوم الأخير. وده مين؟ ده أنا مش أنا وأبونا، أنا وأبونا وأخونا وكل المسكونة. بالظبط كده. فالواحد يبقى حكيم. أنا حابين أني واحد؟ الأول ولا الثاني؟ الأول. وأكيد اللي سكت برضو حابب الأول، لأن مفيش مقارنة، مفيش مقارنة ما بين الاثنين. مفيش إيه؟ مقارنة ما بين الاثنين. لو أنا مكسوف من الخطية إن أقولها، ما خشش في التفاصيل إذا أب الاعتراف قال لي خش في تفاصيل. وعامة الأباط ما بيحبوش تفاصيل. لو أنا مكسوف أقول خطية، ما خشش في تفاصيل الخطية. عارفين زي إيه؟ زي لقاء السيد المسيح له المجد والسامرية. لقاء السيد المسيح له المجد والسامرية مثل الاعتراف الصحيح. سمعنا المسيح قال لها تعالي هنا، انت عايشة في الخطية؟ قال لها كده؟ ما قالهاش كده. قال لها ايه؟ خدها بالراحة، ما فضحهاش، ما كسرهاش، ما اخجلهاش، بس خلاها تعمل ايه؟ تعترف. خلاها تعترف. زي يقول كده حاجة حصلت مع مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث، ربنا ينيح نفسه. يقول لك كان سيدنا اسقف في تعليم واحد ما بيعترفش، وقال انت ما بتعترفش؟ قال له اه. قال له انا ما بعرفش اعترف. فسيدنا خده قاعد يقول له انت بتعمل كذا، انت مش عارف ايه، قاعد يساعده. فاللي ما بيعرفش يعترف يعترف، هتلاقوا ابونا بيساعده. عمرنا ما هنروح لابونا وابونا قاعد اتفضل اتكلم يا حبيبي، انا قاعد مستنيك، انت ما قلتش حاجه، ما تضيعليش وقت. ابونا عمل كده قبل كده معاه؟ لا، يقعد في هدوء. لو لقى الواحد مش قادر يتكلم، ابونا يبتدي يسال اسئله. ايه اخبار الصلاه؟ ايه اخبار الكتاب المقدس؟ ايه اخبار المخدع؟ ايه اخبار الشارع؟ ايه اخبار الشغل؟ ايه اخبار البيت؟ ابونا بيساعد. واول مره ما عرفتش اعترف، ثاني مره اعترف كويس، ثالث مره، ونتعلم. عشان كده الاب يقول لك مش عارف تصلي صلي، مش عارفه تعترفي اعترفي، وهتلاقوا الدنيا نعمه ربنا يلت كلنا للحياه الكويسه. اخر نقطه عايز اتكلم عليها هو المشاكل او الصعوبات اللي بتقابلنا تكرار الخطيه. تكرار الخطيه، صح ولا لا؟ انا بسال بدلكم، مش احنا ساعات بنكسل نعترف عشان بنكرر الخطيه؟ العيب فين لما بكرر الخطيه؟ ها، عايز اسمع حضراتكم. يبقى التوبه بتاعتي ما كانتش 100%. عشان كده لما اكرر الخطيه تساوي اكرر الايه؟ التوبه. يبقى مع تكرار الخطيه اقرب التوبه. وساعات بيكون في نمو بس احنا مش حاسين. وفي نوعين عندنا من الخطايا، خطايا محتاجه جهاد عشان تروح مع الزمن، دي ليها علاقه بطبعي بعاداتي بالمجتمع اللي انا فيه، وخطايا محتاجه قرار حاسم مع اب الاعتراف اخدها. هديكم مثلا من الخطايا اللي محتاجه جهاد ووقت طويل، العصبيه. يعني تزعلوش مني، يعني يجي لنا واحد او واحده يا ابونا انا بتنرفز وعصبيه، صلي لي عشان اقل نرفزه. ابونا يصلي وهي تجاهد، تيجي في الاعتراف الجاي متضايقه، العصبيه لسه موجوده. طب ما ده شيء طبيعي، هي العصبيه ديت مش ليها حاجه بالطبع بتاعي وعاداتي؟ اه هتروح مع الوقت، لكن هي بتقل. بس الشخص ما بيشوفش ان في نمو. عارفين عامله زي ايه؟ كان مره في صخره كبيره في مدينه، ملك المدينه قال اللي هيحرك الصخره دي هديله مبلغ جامد جدا. جه اول واحد اول اسبوع قعد يزق في الصخره مش عايزه تتحرك، زهق ومشي. تاني واحد، تالت واحد، فجي واحد قعد شهر يزق في الصخره لغايه لما ايه؟ لا، ما تزحزحتش الصخره زي ما هي. فالملك كافئه. عارفين كافئه ليه؟ مش بس كده، قال له وريني عضلات ايدك وعضلات رجلك. هو عمال يزق، فهو عمال يزق
اللي بيرفو ينمو العضلات مش زهرة والحجر ما تنقلش لكن في نمو. عشان كده الملك كفؤ. احنا كده في حياتنا الروحية بنجاهد ضد بعض الخطايا محتاجة وقت ومحتاجة نعمة ربنا لكن في نمو احنا مش ملاحظين. في بقى قرارات تانية عايزة قرار حازم. في زنا يبقى لازم قرار حازم وتوبة من القلب ان انا مش هرجع. ما اقولش ايه تاخد نجاهد في الموضوع ده لا. في سرقة عايز قرار حازم مع اب اعترافي. واخدين بالكم حضراتكم في خطايا طويلة تاخد مدى بعيد بجهاد عشان ليها حاجة بطبعي وبعاداتي. في خطايا عايزة قرار حازم زي ما قال الابن الشاطر الآن أقوم وأذهب إيه وأذهب إلى أبي. آخر نقطة إيه هو الاعتراف الصح؟ ممكن نقول مع بعض الاعتراف الصح أول حاجة تقدم توبة من قلبك. ها نقدم توبة من قلبنا. ممكن نقولها مع بعض يا جماعة نقدم توبة من قلبنا. تاني نقطة أصلي كويس قبل سر الاعتراف. أصلي كويس قبل سر الاعتراف. تزعلوش مني. في بعض الناس بيفتكروا إن سر الاعتراف لو أنا عندي شوية وقت وشايف أبونا معدي من قدامي يقول لك إيه؟ أقعد مع أبونا شوية يعني ما ينفعش كده أبونا يفضل لوحده. أبونا ممكن أعترف. يعني لو قال لأبونا ممكن أقعد معاك أدردش أرحم من يقول له إيه ممكن أعترف يقعد مع أبونا. لا هو مرتب أفكاره ولا صلى ولا تائب ولا حاجة. كل دوت إيه؟ إنه شاف أبونا من قدامه. يقول لك إيه برضه؟ الواحد يبقى شكله حلو قدام أبونا. يعني يقول علينا كده ما بنعترفش. نقعد كده قاعدة إيه؟ يعني بيقولوا إيه تقضية فض مجالس أو تقضية واجب واسم إيه؟ أبونا عارف إن فلان بيعترف. بيبان الاعتراف اللي من القلب واللي مش من القلب. بتبان التوبة الحقيقية. اللي بيجي فعلا مكسوف وخجلان وكله من ساسه لراسه حاسس بغلطته بيبان. بيبان المعترف اللي فعلا جاي يعترف والمعترف اللي هو ايه؟ جاي كده عشان ضميره ما يوجعوش. نقول كده بعض الخطايا كده حاجات يا ابونا لا يعني ما تزعلوش مني. بعض يعني في حاجات تبقى غريبه على ودن الواحد. يعني تقعد مع حد يقول لك يا ابونا يعني بنعمل الخطايا العاديه. يعني ايه الخطايا العاديه يا حضرتك؟ كذب الشتيمه الحلفان بيعدوهم اكنهم ايه؟ الحاجات الخطايا العاديه بتاعت كل يوم دي. دي كارثه. ما الخطايا العاديه دي هي الثعالب الصغيره المفسده للكروب. ازاي تعدي عليا؟ ما لو عدى عليا الكذب هيعدي عليا حاجه اكتر ولو عدى عليا حاجه اكتر هعدي الاكتر لاكتر لاكتر. خلي بالك مفيش حاجة اسمها عندنا خطية صغيرة وخطية كبيرة. مفيش حاجة اسمها عندنا كذبة بيضة وكذبة مش عارف لونها ايه. كل الخطايا الكتاب يقول عليها ايه؟ خطايا. خطايا. فأول حاجة عشان أعترف صح أتوب من قلبي توبة حقيقية وأنادم على خطاياي. تاني حاجة عشان أعترف صح أصلي كويس قبل ايه؟ قبل السر. تالت حاجة أفحص نفسي. في حاجات بنقولها للولاد الصغيرين في مدارس الاحد. ازاي الولاد يعترفوا في مدارس الاحد؟ تيجي بنت صغيره مش عارفه تعترف، كويس انها تعترف حتى لو مش هتقول حاجه يعني، بس عشان ايه؟ ما تكبرش وتبقى هايبه ايه الموقف. كتير مننا ما بيعترفوش لان هم صغيرين ما اعترفوش. واخدين بالكم؟ لكن نشجع الاولاد انها من سن صغير تعترف، حتى لو قعدت مع ابوها، انا اكلت بونبوني، اكلت شيبس اخويا، معلش. احنا شايفينها كده بس هتكبر هتعترف بعد كده بخطاياها مش هيبقى فيه ايه خوف من السر ومن ابونا. لكن حضراتكم احنا لازم 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 نخلي بالنا ونشجع اولادنا ان هم ايه يعترفوا من وهم صغيرين. الطريقه بقى ازاي؟ يجي الولد الصغير ما عرفش يعترف. الاباء علمونا دايما نقول لهم كده اشوف فكري بيفكر في ايه؟ اشوف عينيا بتروح فين؟ أشوف وداني بتسمع إيه؟ أشوف بقي بيقول إيه؟ أشوف إيديا بتعمل إيه؟ أشوف رجلي بتوديني فين؟ أدي الاعتراف. لو خدتها على مستوانا كبير أشوف فكري نقي ولا مش نقي؟ إيه الأفكار اللي جوه؟ أشوف عينيا في شهوات ولا في حاجات حلوة؟ أشوف ودني بتسمع إيدانا ولا ما بتسمعش إيدانا وشتايم وحاجات وحشة؟
اشوف لساني بيتكلم بيقول ايه، اشوف ايدي، اشوف رجلي، ادي ادي الاعتراف. يبقى اللي مش عارف يعترف يقعد مع نفسه يجيبها ايه من ساسه لراسه. اظن سهل مش صعب، واخد بالكم؟ اقدم توبه من قلبي، اصلي كويس قبل السفر، افحص نفسي، ارتب افكاري. يا جماعه رجاء محبه نيابه عن الاباء الكهنه، ابائي انا ابنهم الصغير، نبقى حارسين على وقت ابونا، حارسين على وقت ابونا. ليه؟ مين يقدر يقول لي مده اطول اعتراف عرفته البشريه كان قد ايه؟ ها؟ اللص اليمين؟ يعني في العملي. عارفين كم دقيقة الآباء حسبوها؟ من 4 لـ5 دقايق، لو هقول حوالي 35 خطية. لكن أنا لا. ده أنا اللي قبلي قعدت مع أبونا ربع ساعة، ده أنا هقعد نص. واللي قبلي نص، ده أنا هقعد ساعة مع أبونا. واللي بره بقى إيه؟ إيه الخطايا اللي بتقولها دي؟ ده توبة يعني من ها؟ مش بالوقت، بالعمق. اقعد في الاعتراف، صينية البشاميل اتحرقت، جوزي مش عارف رجع ايه ايه. عارفين الاعتراف ايه؟ مش هو، مش هي، مش هما، اصل احنا، لا. الاعتراف ايه؟ انا سرقت، زنيت، اخطيت، انا. هو ده الاعتراف. تخيلوا كده اعتراف واحد تايب من قلبه، ممكن ما يقعدش مع ابونا دقيقتين بس تايب من قلبه. لو ابونا طلب تفاصيل اقول تفاصيل، لكن عامه الاباء ما بيحبوش تفاصيل. يبقى ايه لازمه ان انا، احنا يا جماعه بنمزج حاجتين غلط، ما تزعلوش مني. اوقات نقول لابونا عايزين نعترف، والاعتراف يقلب ايه؟ بلاش. ابويا بقى مكسوف يقول لي طيب ماشي، طب الاعتراف نعترف بقى؟ لا. وقع الاخت يعني ما تزعلوش منها. دايما بقول السيدات، يعني السيدات بيحبوا التفاصيل، وتفاصيل التفاصيل الرجاله بينجزوا. طرك 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 خلاص، واخدين بالكم؟ المراه بطبعها تحب التفاصيل، فتقعد مع، طب يعني نعترف. عشان كده يا جماعه رجاء محبه لما اجي اكلم ابونا اقول له عايزك، اقول له يا ابونا انا عايز ادردش معاك او عايز ايه؟ اعترف. الاثنين في واحد صعب. بضيع وقت ابونا. في وقت نحكي مشاكلنا، وفي وقت اعترف بيه. لان انا لما بطول الاعتراف مع ابونا، ابونا وقته بيتاخد وغيري مستني يعترف بجد. انا ممكن مش بعترف بجد وبقول ايه دردشه، وغيري قاعد مستني وراه مواعيد. عشان كده يا جماعه رجاء محبه يعني نخلي بالنا من وقت الاباء. للاعتراف وقت، وايه للدردشه وان انا يعني افضفض مع ابونا في مشاكل وقت. واخدين بالكم؟ ده رجاء محبه. تقديم توبه من القلب، اصلي كويس قبل السر، افحص نفسي، ارتب افكاري، ابقى مكسوف وخلان من خطاياي. ربنا يدينا دايما حياه الاستعداد، حياه التوبه، حياه الاعتراف، عشان نسمع الايه الجميله. تعالوا الي، ها؟ لا حاجه ثانيه. لا حاجة تانية. ايه؟ المتعبين وانا ايه؟ وثقيل الاحمال وانا في سر الاعتراف اريحكم. في سر الاعتراف. ولله كل مجد دائم الى الابد امين.